السلام عليكم، معكم سامر. اليوم ننزل فيديو فيفا 18 وان شاء الله نفوز ونسجل صح. نسيت اقول لكم لايك واشتراك وجرس وفعل جرس التنبيهات. يلا خلينا نبدا. اختاركم عشوائي مشهور. اختار عشوائي والله طلع لي حظ، اقسم بالله طلع لي. يلا بنصر ضده وان شاء الله نفوز. اكيد نفوز، نفوزنا. ان شاء الله نفوز. يلا نازم وراكم تسخين المبدأ. So this is the one we've been waiting for. We being Martin Tyler and Alan Smith in the commentary box, and you, of course, ready to watch the game unfold. Today it's Real Madrid that play Boca Juniors. This is the Real Madrid lineup. Keylor Navas in goal. Carvajal starts. Marcelo is the fullbacks. Toni Kroos starts with Luka Modric in the centre of the park. Karim Benzema is the lone striker today. Here is the Boca Juniors lineup for you. Well, we've gone with a 4-3-3 formation here for them. Is that the way you see it, Alan? Yeah, it can be adjusted. It almost be a 4-5-1. Look, it's sort of soft. Sorry. They decide to come over a little defensive, this team. But if you're on the front foot, يلا اصبر. يلا لا تخاف، تمام صح احسن. He uses his head there to keep his side in possession. Toni Kroos. يا اخي كريستيانو يقدم، يبغى تسلم ذا اللعب. يا ولا يا بتسلم. مرسل صاحب كيف مرسل مرسل في عيني هذا صاحب رامس فيها بيس مرسل ايه رامس هذا احمر بسرعة اعطيه احمر من الحين اعطيه احمر انا متأكد انه بيعطيه احمر يا غبي والله انا حمار، اقسم بالله انا عيال بنزين حمار. تنزل ليش؟ طب ليش تروح؟ ليش تروح قدام؟ ليش تروح قدام؟ افهم بنزيما. والله بنزيما اكثر واحد شكله يجيب تسلل في 18 شكله واضح. Really getting in the opposition this far up the pitch now. Fabra. خلاني أعطيه الكلب. طيح. يا أخي كسر وخلصنا. Can you take them on? تسلم حكم.
ما تصلي ما درست كذي صح؟ والله ما ادري. اقسم بالله ذا يستاهل تكسيره خليه ينكسر رجله. عاوز ركبته كل شيء اسمه كامل خليه ينكسر. A very privileged person to be watching football in the city, in the stadium. Well, it's my favourite stadium. I mean, something that's worried now about Cristiano Ronaldo. يا أخي كلكم روح قدام. بس واحد روح قدام. إيش فيك؟ واحد ذا غبي. يو بنزيما. زين. يو أنتم تقولون إنكم نبضة حلوة. وين أنت حلوة؟ أكسر ذي وجهك. Getting into advanced position, Cristiano Ronaldo. يا حركة. انا راح الكستاني سحب اغليهم يدو من داخل صحيح ايه سطورتي يا اخي خذها يا رونالدو صرحتك 94 أدري والله ما أدري كم بس كثير بسرعة تك إيه مثلا إيه لا أقسم بالله إني أحس يا أخي أنا أفرق بين عددي وعدد أرض الدائرة حسب ما أشوف دام دام 45 دقيقة راحت واحنا صفر. Benzema. Head out to Cristiano Ronaldo in that wide area. No, haram. الله يتسني كيف أطلق كان حقيتهم غريبا يا أخي كسروا كسروا إيسان يا أخي زحف فينا ورسلوا شو تسوي رمز بالله كسر كسر انا مين كسر ما في غير اكسر استوى هذا حق دنيا من اقسم بالله كيف سحبت فيهم من قتالين هنا قلنا بنقطة طويلة يلا ورينا بنقطة طويلة ولا عندك يا بقى صبي لبن ايش ايش الغش ذا اوكي نايس طب ما جت له هو اللي الخصم هو اللي جت له انا ايش دخلني Opening the net with a pitch! And a goal! GG! فرشنا 1-0
والله عيب لو اخسر والله اروح. هذا صح فيهم تخوز تخيل في دلت قلب وانا صح فيهم ذلك حكم دي احمر دي دي احمر صح دي احمر لا هذا مين من نادي حرام عليك الله انا اسكت واركز والله افوز فرناندو جاغو حكم عقل بس بدري بدري عليك بدري هيز كريستيانو رونالدو ستار ستار ما عندك شيء عندي كسر اكسر انا اتشع تكسير دن 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 لامبورغيني ها There's an interplay between the two. They have individual inspiration around Madrid. They're going to need that as much as teamwork now to get a goal, to get them something from this game. Well, we're nearly at Waitaki time when those fans show their displeasure. Still chance for the Real Madrid players to turn things around. No. كلهم دفاع 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 كلهم دفاع